هذا وأناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 59 ويوم التحرير 29 لدولة الكويت الشقيقة. وقد نقل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة تهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وتمنية سموه لدولة الكويت وشعبها الشقيق بدوام الرفعة والرخاء. وأشاد سموه بعلاقات وروابط الأخوة والمحبة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين وما تتسم به من خصوصية فريدة، مشيرا إلى ما يكنه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من مشاعر المحبة والمودة الخالصة للكويت قيادة وحكومة وشعبا، وما تحظى به العلاقات البحرينية الكويتية من تطور مستمر في ظل الدعم والاهتمام المتزايد من قبل قيادتي البلدين الشقيقين لتنميتها وتوطيدها في كافة المجالات. ونوه سموه بالمنجزات الحضارية المتقدمة التي تحققها دولة الكويت الشقيقة وما تشهده من نماء على مختلف الأصعدة، معربا عن خالص تمنياته لدولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار. من جانبه أعرب سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين عن خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز وتطوير العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الكويت ومملكة البحرين، معبرا عن شكره لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة على حضوره الاحتفال ومشاركة الكويت في أفراحها بأعيادها الوطنية نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، داعيا المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء موفور الصحة والعافية وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم على شعبها الشقيق الازدهار والتقدم. شرفني اليوم نيابة عن سيدي صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه أن أحضر حفل سفارة دولة الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني الكويتي، وأن أنقل تحيات سموه إلى أخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الشقيق. ولا شك أن العلاقة البحرينية الكويتية علاقة متميزة بفضل دعم القيادتين، قيادة جلالة الملك وقيادة سمو أمير دولة الكويت، ولا شك أن نحن يشرفنا أن نشاركهم هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، ونتمنى إن شاء الله للكويت دوام التوفيق والنجاح وللعلاقة البحرينية الكويتية دوام التوفيق إن شاء الله. ولا شك بأن تاريخ مشترك نعتز به وورثناه من الآباء والأجداد.